هذه بعد ريفيو سريع، قلنا الآن إنارتونيكا انتيما هي عبارة عن إندوثيليال سيلز وياها الإكسترا ماستريك ماتريكس العفو لوس أوف إلاستيك كولد. هذه طلاب عفوا هذه نسيت أقول لكم إياها، بين طبقة وطبقة طلاب التونيكا انتيما، اكو هناك يسموها بالانترنال انتيما، تفصل ما بين التونيكا انتيما والميديا غلاف صغير اخر، طبعا ما يكون هنا أنا واضح، بس يفصل ما بين التونيكا انتيما والميديا، وغلاف اخر يسموه بالاكسترنال، هذا غلاف يفصل الميديا عن الادفنتيشيا. يعني تونيكا ميديا بمكوناتها تتغلف بغلاف يفصلها عن الميديا يسموه بالانترنال، والميديا بمكوناتها اكو غلاف خارجي يفصلها عن التونيكا ادفنتيشيا. هذا عيني واضح طلاب؟ البين التونيكا قلنا انتيما يدعى بالانترنال الاستيك لامينا، انترنال الاستيك لامينا، واللي ما بين الميديا والادفنتيشيا يعرف بالاكسترنال الاستيك لامينا. بالنسبة للتونيكا ادفنتيشيا طلاب، هذه هنا أنا هسه راح أوضح لكم إياها أكثر، هذا هم أيضا مقطع بقوة أكبر، إذا هذا نلاحظ شوفوا هاي التونيكا أدفنتيشيا عفوا التونيكا أنتيما، شوفوا شلون خط واضح، هذه بشكل أكثر، شوفوا هذا الغلاف هو الانترنال، هذا هو الانترنال، ما بعدها تجي الميديا اللي تتكون من السموث ماسلز والكولاجين والى اخره. هذه الادفنتيشن تشوفوها طلاب ما تكون يعني دينس مثل ما هي الميديا، باعوها فراغات، هي عباره قلنا عن الفايبروبلاست والكولاجين فايبرز، واحيانا تحوي على نهايات للاعصاب، تحوي نهايات للاعصاب، هذا بشكل طلاب، هذا عيني طلاب اكثر يوضح تونيكا انتيما، شوفوا الاندوثيليال سيلز، هاي الانترنال الاستيك لامينا، بعدين هاي التونيكا ميديا السموث ماسلز تحوي على بعدها الاكسترنال الاستيك لامينا، ثم الادفنتيشيا. هذه طلاب المكونات نفسها موجودة بالفين، بس أكو بيها طبعا فروقات نشرحها أيضا بالتفصيل. هذا شكل يوضح لي الفين histological section of the vein بين قوسين H and E، أيضا مصبوغة بالهيماتوكسينين. الطبقة الأولى هذه هي التونيكا انتيما، هذه التونيكا انتيما بمحتوياتها، ما بعدها تونيكا ميديا ايضا بمحتوياتها، ثم التونيكا ادفنتيشيا ايضا بمحتوياتها. هسه اريد اسال سؤال، من الملاحظة هذه؟ تقدرون تقولوا لي شنو الفرق بين الأرتري والفين من هذا الشكل اللي شفتوه؟ اللي جاوب دكتورة عليكم السلام، أهلا دكتورة، طبقة المصل تكون أراك بالفين، ها عيني طبقة المصل يعني العضلة تكون أصغر بالفين. عافية. وبعد ممتاز، اسمك عيني؟ ما
مريم أحمد. مريم أحمد. زين مريم أحمد جاوبت، عافية نص الجواب. بعد طلاب دكتورة، يعني عندنا مثل الأسئلة بالبين، الطبقة الأولى يعني مسطحة، مو مثل عافية، ممتاز، نعم، يعني غير مو ويفي، مو وايد بالضبط. صح نعم، صح عافية، ممتاز. عثمان، عثمان خالد. عثمان خالد. بعد نقطة أخرى بقت. ها عيني. دكتورة، نعم. الآرتر عند، شلون أقول لك، يعني تونك يكون أسمك من الفين، شنو عيني؟ التونك مال الآرتري يكون أي؟ يعني السمك أكثر من الفين. يا تونيك منهم؟ هو التونيك ميديا. بالآرتري مو؟ اي، واللومن أي؟ مال البرين راح يكون اكبر من اللومن مال نعم، الارتر. ممتاز، أحسن. صالح قيلان، اي نعم. نعم، ممتاز، أحسنتم، شكرا عيني. زين، هاي أهم الفروقات طلاب، اللي هي بين الآرتري والفين. بقت فرق آخر اللي هي التونيكا أدفنتيشيا. التونيكا أدفنتيشيا طلاب بالفين هي أسمك من التونيكا أدفنتيشيا اللي هي موجودة بالنسبة للآرتري. مثل ما قلتوا اللومن أكبر، التونيكا أنتما تكون مسطحة not wavy، التونيكا ميديا تكون أقل سمكا مما هي موجودة بالآرتري. هاي أهم الفروقات طلاب، لأنه مرات نجيب مثلا سكشن يحوي على الآرتري والفين سوا، فأنت من تعرف هاي الأشياء تعرف من هو الفين ومن هو الآرتري. هذا واضح أني؟ بالنسبة لشغلة أخرى عندنا للفين، الفين مثل ما قلنا طلاب هو ياخذ الدم من كل أعضاء الجسم وأنسجته، وين يدفعه؟ يدفعه نحو القلب. من راح يدفعه نحو القلب يحتاج إلى فالف، يعني هذه الفالف شلون احنا نقول فتسداد، حتى يمنع رجوع الدم بالاتجاه المعاكس. هذا وين يبين طلاب؟ باللونجيتيودينال سكشن، يعني من اخذ الفين واقصه بالطول، بالطول راح يبين عندي هذا الفالف بهذا الشكل. هذا منين جاي؟ جاي من التونيكا انتيما. التونيكا انتيما تسوي لنا باكد لوس سيلز، يعني خلايا تنضغط بشكل ليس ضغط صلب، وإنما يكون بشكل لوسي، يعني مرن نوعا ما، حتى يسمح بدخول الدم باتجاه معين دون خروجه إلى اتجاه آخر. فنشوف إنه التونيكا، شوف ده أنا يعني مأشرت لكم إندوثيليوم. الإندوثيليوم كنا نلقيها بس بال تونيكا انتيما، فهذه تتلاقى فيما بينها حتى تكون لي الفولف. هذا longitudinal section of vein with H and E stem. هذا شكل اللي هو كروس، يعني بالعرض، قصي بالعرض. أيضا هنا شوفوا كلش واضح الفولف، هذا الفولف فولد من التونيكا انتيما فورمينج فولف، هذا هو الفولف. بتلاحظون طلاب اللومن مالت الفين ايش قد كبير. هذا هنا عندنا شوفوا ارتري، هذا ارتريول مصغر مالته. دائما الارتري طلاب ياخذ شكل منتظم دائري، ياخذ تقريبا شكل دائري. الفين طلاب لا، ياخذ شكل يعني يتطاول نوعا ما. ليش؟ ليش؟
حد يعرف ليش قبل ما أبدي أشرح؟ هذا السبش الطلاب يوضح لي الآرتري، معه شكله الآرتري، وهذا الفين، هذا الفين. الآرتري ياخذ الستيبل شيب قولا انه التونيكا ميديا هي اسمك من التونيكا ميديا اللي هي الموجودة بالفين، لذلك المسلز، عدد المسلز اللي موجودة هي أكثر وأسمك ما موجودة بالآرتري أكثر مما هي موجودة بالفين. زين، وبالنسبة للتونيكا أدفنتيشيا، تونيكا أدفنتيشيا هي أسمك بالفين عما هي موجودة في الآرتري، لذلك الفين ياخذ شكل unstable، يكون يعني ما له شكل فد، يعني لا هو دائري لا هو مستطيل لا هو غير ثابت. احنا قلنا الهارت هو جزء من اجزاء السيركولاتوري سيستم. اليوم أنا يعني ما راح أشرح لكم بتفاصيل الهارت كله، يعني ما نقدر ناخذ كل السكشنز، ما نقدر ناخذ كل هيستولوجيكال سكشنز اوف ذا فالفز او الاتريوم او الفنتريكلز، لا راح نشرح واحد من عدهن، وبصورة عامة يعني هي نوعا ما الهيستولوجيكال كومبوزيشنز هي متشابهة، موجودة بعض الفروقات بيناتهم. احنا نعرف الهارت have four chambers، chambers يعني خزانز، two atrium يعني الاتريوم الأذينين، and two ventricles، two ventricles. راح نشرح اليوم على الرايت فنتريكل، هذا هو الرايت فنتريكل. الدم يجي طلاب الغير مؤكسج، يدخل من الرايت اتريوم بعدين الى الرايت فنتريكل، ومن عنده راح يذهب للبولمناري ارتري ومن ثم الى اللنج حتى تصير عمليه الاكسجه، يعني الاكسده العفو. من يدخل البلد الى البولمناري ارتري اكو هنا عندنا سدادة احنا انشور نقول عليها، او فالف يدعى بالبولمناري فالف، هذا البولمناري فالف هو اللي يفصل ما بين الرايت فنتريكال والبولمناري ارتري، هذا هو مسؤول عن دخول البلد وما يسمح له بالرجوع بالاتجاه المعاكس. أريد أشرح نسيجيا، أريد أعرف شنو الطبقات اللي موجودة بهذا الفالف اللي يفصل ما بين البولميناري آرتري والرايت فنتريكل. بصورة عامة طلاب، الفالف اللي موجودة بالهارت تحتوي على 5 layers اللي بين الفنتريكل والارتريال. احنا هنا هسه هذا اللي بنشوفه الشكل، هذا هو محيط الفنتريكل وهذا يسموه محيط الارتريال لانه ده يدخل بين الفنتريكل والارت. زين، يحوي على 5 طبقات. اول طبقه نسميها باللامينه فنتريكيولاريس، لامينة فنتريكيولاريس، يعني إذا أوضحها من هنا طلاب اللي هي أول طبقة من هنا من محيط الفنتريكل، من محيط الفنتريكل هاي أول طبقة، هذا يسموها باللامينة فنتريكيولاريس.
هذه طلاب under the ventricular endothelia. What it's composed of? Composed network of reticular fiber. تذكرون طلاب من قلنا connective tissue نوع من أنواع الريتيكولار. فإذا هنا أكو reticular fiber اللي هي الشبكية زين and rare يعني نسبة قليلة من collagen fibers والإلاستكس. هاي بالنسبة لي طبقة البنتيكولاريس. ثاني طبقة مع بعدها اللي هي الرادياليس. رادياليس الشعاعية هي تتكون من راديال اورينتد كولاجينس، يعني الكولاجين مرتب بشكل شعاعي وياها إلاستيك فايبرز وجدا نسبة قليلة من الريتيكولار فايبرز. هذا بالنسبة للرادياليس. ثالث وحدة اللي هي طبعا تكون أسمك طبقة من الطبقات اللي هي الفايبروزة. Circular arranged of collagen بشكل دوائر، تكون مرتبة بشكل دوائر الكولاجين فايبرز. ما بعدها الاسبونجيوزة، تكون مثل الاسبونج عبارة عن loose arranged reticular fibers. أيضا تكون reticular fibers بشكل جدا loose. وآخر طبقة اللي هي اللامينة أرترياليس اللي هي طلاب تكون قريبة من الأرتري. هذه يعني احنا هسه بدينا منانة من الفنتيكولاريس يعني من جهة الفنتريكل ومشينا لحد المن الأرترياليس. هاي بالنسبة للأرترياليس هي under the endothelium of the artery side composed of thin layer من reticular fibers and layers which هاي layers طلاب مرات ما نشوفها تحت الميكروسكوب، يعني very rare أقدر أشوفها تحت الميكروسكوب. هذا طلاب شكل يوضح لي pulmonary valve من الفنتيكولاريس. هذا أنا أهم خلت لكم الريد هو عبارة عن كولاجين فايبرز والجرين شوفوا ايش قد بها إلاستين فايبرز. هاي الفنتيكولاريس. بعدها الفايبروزة إن تشوفوها طلاب هي أكبر طبقة من الطبقات، تكون على شكل سيركولر. سبونجيوزه هذه شوفوها كلش لوس، والارترياليس هذه احيانا ما اقدر اشوفها، احيانا ما اقدر اشوفها باللايت مايكروسكوب. Thank you طلاب very much for your listening. عندكم اي سؤال حاليا طلاب؟ السلام عليكم السلام ورحمة الله. لا زحمة، أنا من جروب أي وحرارة بجروب بي. أي عين أكو فد مشكلة بتسجيل حضور ولا لا؟ طبعا هاي يعني أول وآخر مرة رجاء، لأن مو على مود شي عيني. إن شاء الله دكتورة. إن شاء الله بس لا رمضان وهذا آخر أسبوع برمضان إن شاء الله. بس يعني بالنسبة لكم طلاب أتمنى